السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة يا حبايبي هقدم لكم طريقة عمل معقم ومطهر كده لإيديقنا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنحتاج حبايبي ل 150 جرام من الكحول، تركيز 70%، وهنحتاج برضو يعني 50 جرام مية. المية ديت لازم تبقى مية مكترة، ولو ما عرفتش ان انت تجيبي مية مكترة يعني بتجيبي مية عادية، وبتبدأي اللي انت بتغليها وبتسيبها لحد ايه ما تبرد ده. وممكن بعد ما تبرد ممكن تغليها تاني مرة برضو عشان تتأكدي اللي هي بقت يعني ايه مية معقمة، ممكن انت ايه تستخدميها. فبعد يعني تغليها مرتين وتسيبها لحد ما تبرد ده. وبعد كده تبدأي بعد كده اللي احنا نستخدمها في الوصفة معانا النهاردة. هنحتاج يعني 5 سنتي كده اهوت من الجليسرين، او معلقة صغيرة يعني معلقة صغيرة كده من الجليسرين. بعد كده اهوت حبايبي هنقول لكم بقى ايه. بتجيبي بخاخة تكون نظيفة، وبعد كده هتبدأي اللي انت هتحطي فيها الكحول اللي هو 150 جرام، وبعد كده هتبدأي اللي انت هتضيفي عليهم 50 جرام مية، وقلت لك ازاي اللي انت تعمليها. وبعد كده اهوت هرجهم كده ايه مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الجريسلين. الجريسلين ده هو لازم، لان طبعا اللي هو الكحول لما بتيجي تستخدميه وفي تعقيم الايدين فكتر استخدامه فهتلاقيه اللي هو هينشف لك البشرة، هينشف جلد ايديكي، فلازم معلقه الجليسرين ديت علشان بتدي ترطيب كده للايدين، وطبعا ما تنشفش يعني ما ينشفش الايدين بعد كده مع التعقيم. طبعا التعقيم ده هوت يعني المطهر ده هوت جميل جدا جدا وبيقضي على اي جراثيم، بس يعني ايه بلاش ايه تستخدميه على طول، يعني طول ما انت قاعده في البيت ممكن مثلا يعني ما فيش اختلاط مع يعني مع حد يعني يعني مثلا يعني ما فيش مثلا انت سلمتي على حد او كده، لان طبعا احنا عارفين فيروس كورونا اللي منشور اليومين دولت، وربنا يحميكم ويحفظكم جميعا يا رب. فطبعا يعني حاولي اللي انت طول ما انت في البيت انت واولادك تستخدموا اللي هو الصابون. طبعا الصابون كمان بالنسبة للصابون اللي هو السلايد او الصابون البلدي اللي هو بتاع المواعين ده بيبقى بيقضي على الجراثيم، يعني بيقضي عليه نهائي. ليه بقى؟ علشان هو بيبقى فيه بوتاس، البوتاس ده هو يعني بيموت الجراثيم. فانت لو عملت المعقم اللي انا بقولك عليه ده هو، فده هو مثلا وانت خارجة بره البيت بره البيت، فطبعا ايه بيبقى بتاخدي البخاخة معاكي في شنطتك مثلا، يعني لو سلمتي على حد ولا حاجة بعديه على طول رشي ايه يبقى معاكي، ترشي كده على ايديكي على طول وتعقمي ايديكي ايه ايديكي في ساعتها. طبعا الفيديو ده عاملاه كمان يعني بالنسبة للي هم اللي هم مثلا بيضطروا ان هم يخرجوا من البيت على طول وكده اهوت، فعامله الفيديو دوت ايه علشانهم. طبعا انا قدمت يعني كذا نوع من المطهر والمعقم للايدين وكلهم بحاجات متوفره في البيت، بس انا بحاول ان انا انوع. طبعا اليومين دول كمان اللي هو الكحول كمان يعني عليه سحب ومشحوط من الصيدليات، بس ممكن يكون في ناس مثلا عندها اللي هي قادرة اللي هي عندها يعني الكحول او تقدر اللي هي بتتحصل عليه، فانا عاملة لهم الفيديو ده هوت عشان يبقى كده انا برضي ايه يعني جميع الناس، يعني كل حد كده من الناس، يعني يبقى انا كده بعمل وصفات متنوعة اقدر ان انا ايه اقدمها لكم وكل الناس تستفاد باي حاجة انا ايه بقدمها. بس كده، ويبقى انا كده عملت الفيديو دهوت وعرفتكم ايه اضراره برضو، وقلت لكم برضو ازاي اللي انت الجليسرين بتحطيه علشان بيدي ترطيب. من غير الجليسرين يعني لو حطيتي الكحول مع المية بس هتلاقي ايديكي بقت ناشفة، الجلد بيبقى ناشف كده، فده بيبقى سبب الايه الكحول. بس كده، اتمنى حبايبي ان انتوا تكونوا استفدتم بالفيديو النهارده ويكون عجبكم. وما تنسوش طبعا طول ما انت في البيت حتى لو صابونه صليت ده تغسلي بيها ايديكي على طول، وايدين اولادك حطها لهم على الحوض كده اهوت، دي بتقضي على اي جراثيم. يلا ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب.
اسيبكم بقى في رعاية الله. كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي، يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.